يعني عندما نتحدث عن العدل، فالعدل يساوي الاستقرار. يعني دائما تجد العديد من المشاكل والعديد حتى من الصراعات التي تحصل والاستياء والمظاهرات والثورات التي تحدث، تجد الدافع الرئيسي والسبب الرئيسي هو عدم وجود العدالة، العدالة الاجتماعية، العدالة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. يعني على سبيل المثال، عندما في ليبيا مثلا في خلال الفترات أو خلال السنوات القليلة الماضية، يعني حقيقة وضع يعني مؤسف ومؤسف جدا. يعني عندما نتحدث على موضوع العدالة تقريبا، يعني للأسف الشديد نجد الواسطة والمحسوبية، يعني نجد ممكن 1 أو 2% من المواطنين يعني مرفهين، وباقي الشعب للأسف الشديد يعني يعيش في ضنك من العيش. فبالتالي حتى عندما نتحدث على العدالة، نتحدث على العدالة المطلقة، طبعا هذا شيء غير موجود، ولكن نتحدث على العدالة النسبية اللي يكون فيها أغلب الشعب يعني راضي على الوضع العام. نتحدث عن الوضع الاقتصادي، يعني لا يمكن ان يكون هناك عدل في دولة. يعني نجد ان سعر الصرف تقريبا لأربعة اسعار وصل حتى خمسة اسعار. لا يمكن ان تكون عدالة في دولة نجد ان الفارق ما بين ادنى مرتب واعلى مرتب تقريبا 40 ضعف. لا يمكن ان يكون عدل في دولة يعني تطعيمات الاطفال لا توجد لي حتى للمواليد في بعض المناطق، والمولود الذي يتحصل على هذه الحقنة يعني يعتبر تحصل إنجاز. لا يعقل أن يكون عدل في دولة اسطوانات الغاز غير متوفرة، وبعض المناطق حقيقة يعني تستخدم في الحطب في الطهو. لا يمكن أن يكون هناك عدل في دولة نجد أن سعر لتر البنزين مثل ما ذكرت يعني في مناطق ب 15 قرش، في مناطق أخرى 4 دينار و5 دينار. لا يمكن أن يكون هناك عدل، يعني شريحة كبيرة حقيقة من المواطنين يعانون من أمراض حقيقة مزمنة وأمراض خطيرة وخطيرة جدا، ولا يتحصلون على الحد الأدنى من العلاج داخل بلدهم. في المقابل نجد آخرين يعني يسافرون بين الدول ومرفهين وعايشين يعني عيشة 5 نجوم. فبالتالي عندما نتحدث عن العدل فإننا نتحدث على العدل النسبي، ونقولوش راهو مستحيل، يعني هي تحتاج إلى إرادة. ولكن أستاذ أحمد، إذا ما نظرنا إلى موضوع العدل، لابد أن ننظر إلى المدخلات، نعني بالمدخلات إلى الحكومة. حسب وجهة نظري الشخصية، كل ما كانت هناك محاصصة في اختيار الحكومة، لأن الحكومة في النهاية هي التي يعني من المتوقع أو من المفترض أن تحقق العدالة النسبية. هذه الحكومة عندما تأتي من خلال محاصصة ولا تأتي عن طريق كفاءات، فالنتيجة شفناها خلال السنوات القليلة الماضية. فبالتالي أتوقع من خلال الحكومة التي سوف تشكل، ومن خلال السي في سواء كانت الحكومة أو المجلس الرئاسي إلى غير ذلك، وربما يعني نستطيع أن نضع نظرة استشرافية مستقبلية لما سوف يكون عليه الوضع الاقتصادي المقبل. يعني الناس الآن يعني في ترقب كبير، لكن المواطن حقيقة ما يهماش من يمسكه، اللي يهمه بالدرجة الأولى ماذا سيحقق سيفعل. هذا المسؤول. صح، نتحدث عن الجانب الاقتصادي، هل نعم، سيكون هناك انفراجة في موضوع السيولة؟ هل سيكون هناك انفراجة في موضوع سعر الصرف؟ هل سيكون هناك انفراجة في تقديم مستوى الخدمات التي سوف يتلقاها هذا المواطن على الصعيد الصحة مثلا على سبيل المثال، إلى غير ذلك، على صعيد البنية التحتية، الكهرباء؟ إجمالي عرض النقود بالكامل سواء مصرف طرابلس أو البيضاء نتحدث على ما يقارب 126 مليار دينار، نتحدث على عملة في التداول 55 مليار دينار. وبالتالي دائما نتحدث حتى في برامج سابقه استاذ احمد على اننا ندق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالكتله النقديه في عرض النقود الذي زاد بمقدار الضعف تقريبا عما كان عليه في عام 2012 على سبيل المثال. فبالتالي ولهذا موضوع سعر الصرف دينار ونص او دينار و25 ودينار و30، اتصور خلال السنتين او الثلاث سنوات الماضيه يعني سيكون جزء من الماضي، ولا نستطيع ان نتحدث على سعر صرف في بسعر دينار و25 لدينار و30 في حدود سنتين ثلاث سنوات لنتخلص من هذا الكبير، الكم الكبير من العمله المحليه اللي هي راي وصلت حتى في الربع الثالث من عام 2018 الى ما يقارب 122 مليار دينار ليبي. ما
مهما جبت من حكومات ومهما جبت من ناس أكفاء، موضوع الحكم المحلي نشوف فيه هو المخرج الوحيد لتحسين مستوى الخدمات بالنسبة للمواطنين.